اهلا بحضراتكم من جديد. بنحب كده في صباح الخير نشوف نماذج ملهمه تخلينا دايما عندنا يعني امل وطاقه ان احنا نشتغل وننتج ونشوف، وخصوصا لما تكون النماذج دي كمان سيدات الحقيقه، لانه ده بيشجع كل الستات اللي يمكن ما كانتش مثلا بتشتغل لكن عندها فكره مشروع ما انها تبتدي فيه. معانا النهارده يعني سيدتين رائدات اعمال ضمن مشروع مسار اسوان، جايين مشوار كبير الحقيقه، واحنا بنتشرف بوجودهم معانا النهارده. نماذج بتمتلك حرفه في الابداع علشان تنفذ مشروعات يدويه بتعتمد على مساله اعاده التدوير لمنتجات النخيل والجلود. بيعملوا بقى حاجات، شنط هتشوفوها معانا، اكسسوارات، ديكورات ممكن تستغل داخل البيوت، وصناعات يدويه هنعرف يعني نشوف اكتر عنها مع سوزان عبد الجواد وفاتن صلاح. منورينا ويعني منورين استوديو صباح الخير. عايزين نعرف منكم الحكايه ابتدت ازاي، كل واحده ايه مشروعها، احكوا لنا كده اكتر. انا اسمي سوزان من محافظه اسوان. المشروع بتاعي من الجلد الطبيعي. الفكره جات لنا لما حبينا كل شويه من صحابي بيسالوا عايزين حاجه مميزه، عايزين حاجه تميزنا، عايزين حاجه تكون مش تقليديه، مش شبه بعض، عايزه حاجه يعني تعبر عني. فابتدينا نشتغل على ده، اخذنا تدريبات ازاي نبقى متمكنين من الحرفه نفسها، وازاي نجيب الخامات بتاعتنا، وخصوصا كمان احنا في اسوان، فالمشوار ان احنا نيجي القاهره نجيب خاماتنا وحاجتنا ده كان موضوع صعب جدا. بدانا نشتغل على نفسنا ونطور من نفسنا لحد ما قدرنا نطلع منتجات يدويه، والمنتج بتاعنا بيعبر عن التراث بتاعنا، عن النوبة وبالألوان بتاعتها، وكمان بنشتغل عليها تطريز وتبقى مميزة، أي حد يمسكها كده يحس إن هو عاملين حاجة مختلفة. طب وإيه مشروع مسار أسوان؟ مشروع مسار أسوان دي حاضنة أعمال بتدعم رائدات الأعمال في الصعيد، مش بس في أسوان، في أكتر من محافظة. احنا كان من حسن حظنا ان احنا شاركنا في البرنامج ده، فبيدينا الدعم الفني لكل ما هو المشروع بيحتاجه. من يعني اخذنا مثلا تدريبات عن التصميم، ازاي بدل ما احنا ماشيين كده لا ازاي نستلهم الافكار ان احنا نعمل منتج بتاعنا متميز ومختلف ومن روحنا احنا، مش حاجه تقليديه. طيب فاتن قولي لي، بتشتركوا ازاي في مشروع مسار؟ يعني سمعتوا عن المشروع ازاي؟ هم اللي راحوا لكم، انتوا اللي رحتوا قدمتوا؟ وهل في شروط معينه مثلا لازم تكوني انت عندك حرفه، ولا انت بتتعلمي الحرفه داخل مشروع مسار؟ هي من الشروط الاساسيه كانت عندهم ان يبقى في فكره مشروع، حتى لو لسه ما ابتدتيش في المشروع بس يبقى في فكره هم بيطوروها. احنا لما كنا دخلنا في الحاضنه انا عرفت عن طريق الفيسبوك، و من بعده عرفت ان انا ازاي اطور منتجي، اصلا ازاي امشي في الحاجات اللي بتبقى ازاي دي المشروع. يعني عرفت اعمل خطه عمل، عرفت اعمل خطه ماليه، عرفت ازاي اللي هو انت مش بتصنعي بس. لا انا كنت بشتغل في التصنيع بس، فبس ما كنتش اعرف ازاي ادير بقى او ازاي اطور، اسوق ازاي، ابيع المنتج بالظبط، ادرس السوق، ايه احتياجات السوق، مين العملاء اللي انا المفروض اتارجتهم. الحاجات دي كلها ما كانش عندي خلفيه عنها ولا فكره. بالتدريبات المكثفه وزورنا اكتر من مكان علشان خاطر نعرف يعني نمكن نفسنا، فعملنا بقى المنتجات بتاعتنا دي. اللي هي ايه بقى؟ انا مشروعي الياف، اللي بشتغل في اعاده تصنيع مخلفات شجر الموز. شجر الموز عندنا في اسوان وفي قنا والاقصر حوالي 4 مليون و300 الف شجره، دي بتطلع مخلفات كتيره يعني. فاحنا يا اما هي مثلا بتترمي في النيل يا اما بيتخلصوا منها بطريقه غير امنه، فاحنا فكرنا ان احنا نعمل منها منتجات، وقعدنا نعمل بحث وتطوير ونشوف ايه الميزه اللي ممكن نستخدمها فيها. فلقينا ان هي بتمتص رطوبه اكتر من السعف بتاع النخيل اللي مشهوره بيه اسوان. المرونه بتاعته عاليه قوي، ما بيتحللش، بيتحلل اقصد بسهوله، ومنتجاتنا كلها بتبقى صديقه للبيئه يعني، مش وممكن تعمل اي منتج بيها يعني، سهله ان انت تعرف تتحكم فيها، ومش مضر لاي حاجه تتحط فيه. لا خالص. هي بتبقى معالجه ومش بتعمل التعفن اللي بيحصل، بالعكس بتحافظ على الخضار او العيش او الحاجات اللي بتبقى زي كده، لان بتبقى فيها رطوبه فبتحافظ عليها، بتبقى افضل من البلاستيك يعني. واحنا كنا يعني بنعمل منتجات تبقى صديقه للبيئه اكتر،
ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، لأن احنا دايما بنتكلم دلوقتي عن مثلا أضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة وبنتكلم على الكلام ده، فمسألة إنه بنصنع منتج صديق للبيئة ده شيء غاية في الأهمية. أنتوا بتختاروا المجال اللي بتشتغلوا فيه، ولا بيتم توجيهكم داخل مشروع مسار للمجالات اللي مثلا شافوا إنه عندكم موهبة ما فيها؟ يعني احنا كنا في أسوان عموما بنعتمد على تصاميم معينه اللي هي اصلا ورثناها، فما بنغيرش فيها ولا بنعمل فيش نوع من التطوير يعني. فمسار وفرت لنا مصممين، واحنا رحنا يعني كذا مكان عشان نستلهم منه، ورحنا عملنا التصاميم بتاعتنا. الفكره ان احنا عايزين نحافظ برده على الهويه النوبيه، وازاي نحافظ على الحرف اللي كانت موجوده في النوبه من الاندثار. فاحنا حاولنا ندمج ده في ده، بحيث ان المنتج بتاعنا لما يروح في اي مكان يبقى ده معروف انه جاي من اسوان، منتج ذات طابع تراثي وفي نفس الوقت منتج بيئي صديق للبيئه. ده عظيم جدا. شنط الجلد تحديدا بيبان الشنطه كويسه، بيبان الفينش بتاعها عامل ازاي، بيبان جلدها، بتبص عليها بس كده تعرف على طول الشنطه دي حلوه ولا لا. فانا اشتريت. انت بتعملي شنط جلد بس؟ طيب بتعمليها ازاي؟ التصاميم بتاعتك بتجيبيها منين؟ التصميمات بتاعتي قبل ما بنبدا في التصميم نفسه بنشوف الاحتياج الاول، هل انا محتاجاها ان انا سفر، محتاجاها لا مشاوير بسيطه سريعه، على حسب ما بيطلب على حسب منك. على حسب احتياج السوق او المحافظ كمان صغيره، على حسب برضو احتياج الناس عايزينها كبيره او صغيره. التصميم بيجي بعد كده عشان يبقى مميز بقى، يعني احنا عندنا في النوبة موتيفات كتيرة على الجدران بتاعت البيوت، وكمان متميزة جدا بالألوان بتاعتها. الفكر اللي كان معتاد بأن الشنط أو الجلد الطبيعي بس اللي هو الهافان بني أسود حاجات معينة، لكن لأ احنا شايفين هو المعارض المحافظ بتتعرض ألوانها يعني أحمر وألوان مختلفة، والشنط لونها أخضر وأصفر، يعني منتجات بالظبط. احنا حبينا نغير الفكرة بأن الألوان هي بتدي اصلا نوع كده من انواع البهجه، ان انا شايفه حاجه حلوه دايما في كده، وعليها نوع من انواع الطلب برضو. بالظبط. بتنزلوا معارض مع مسار؟ نزلنا معرض تراثنا، نزلنا اكتر من معرض، مش معرض واحد، كان تراثنا او البازار وديارنا كمان. فكره ان احنا ننزل معارض، احنا اصلا في اسوان فكانت السوق بتاعنا محدود، مش شايفين اللي حوالينا بيعملوا ايه. انتشار طبعا بيحقق لكم نوع من انواع الانتشار. غير الانتشار كمان ان احنا بنشوف الناس بتعمل ايه، ونشوف ازاي احنا نقدر نبقى متواجدين في السوق، نبقى حاجتنا احنا باينه ان هي من اسوان وسط الكم الكبير اللي عارضين. فاتن، اخبار الاقبال ايه على المنتجات بتاعتك؟ الناس في الاول لما كنت نزلت تراثنا كانوا مفكرين ان ده خوص، ففهمتهم ان ده منتج الياف الموز، وفي فرق كبير ما بينه وما بين الخوص بتاع النخيل في المرونه والجوده والحاجات اللي بتبقى زي كده. فالحمد لله عملت مبيعات حلوه قوي، واخدت فيدباك حلو قوي، لان في ناس كانت محتاجه تصاميم معينه وحاجات معينه. والفتره اللي فاتت كنت بشتغل على حاجات البيت اكتر، بحيث ان بعد الجائحه بتاعت كورونا اغلبيه الناس كانت قاعده في البيت، فكله بقى يركز على محتاج يغير ايه في البيت، محتاج يعني بقى يركز على الحاجات اللي زي كده. ايه الفئات العمريه يا فاتن يعني عندها اقبال على المنتجات دي؟ لا بيبتدوا من حوالي 30 سنه لغايه 55 سنه، لان الحاجات السن ده اللي بيبقى محتاج، مثلا عندك عزومه، عندك حاجات بتبقى زي كده، فبيحبوا ياخدوا الطقم كله. حاجه شكلها مختلف وجديد جوه البيت، مميزه، وفي ليها اكتر من استخدام، انت ممكن تاخدي حاجه واحده وتستخدميها اكتر من استخدام. يعني ممكن العياشه دي تستخدميها في المطبخ، ممكن تحطي فيها اكسسوارات، ممكن تحطي فيها مفاتيح، مش يعني ليها اكتر من استخدام، تحطيها في الحمام. انا عجبني بقى في كلامك دلوقتي انك بقيتي بنت سوق زي ما بنقول. المساله مش مساله انا بصنع بس، لا ده انا عارفه ان وقت فتره كورونا دلوقتي الناس بتدور عايزه تغير حاجات في البيت عندها، طب بيفكروا يعملوا ايه، لا انا اعمل لهم اللي هم عايزينه، فدي حاجه كويسه قوي. ما الحاجات دي احنا درسناها بقى من عن طريق مسار، احنا ازاي بقى نستفاد من يعني ايه اللي حصل في كورونا، الناس كلها قعدت، كله كان بيطلع من الصبح يجي متاخر، فما كانش في وقت القعده بقى، ان انت محتاج تجددي، تشوفي ايه البيت محتاج ايه، حاجات الجديده. كمان الفتره الاخيره بنعمل كوليكشن جديد، اللي هو من المنتج ده نفسه بنعمل زي ستاير وسجاد، بحيث برضو نبقى نكمل الكوليكشن بتاع البيت كله عشان نطلع بقى من نفس المادة الخام. نفس المادة الخام.
عظيم جدا. طيب نيجي للشنط، انت قلتي في شنط انا شفنا اللي اتعرضت دلوقتي الوان احمر واخضر واصفر، دي عليها اقبال؟ كتير. يعني اعتقد اكتر حاجه كانت بتطلع هي اللون الاحمر. لانه مختلف كمان، مش كمان الستات بس اللي بتشتري، كمان الشباب اخذوا مني اللون الاحمر. محافظ مثلا في منتجات ليه. طب انا عايز اسالكم، اللي انتوا اتعلمتوه في مشروع مسار، كل يعني كل حد فيكم في حرفته، هل انتوا بتشاركوا بقى الاجيال اللي اصغر منكم مثلا، بتدربوا ناس مثلا برضو من خلال مشروع مسار على يعني انهم يتعلموا مساله التسويق؟ واحنا بنتكلم هو الموضوع مش انك بس تبقى شاطر في حرفه ما، لا هو كمان انك تبقى شاطر ازاي تسوق للحرفه دي، ازاي تشوف السوق عايز ايه وتشتغل على ده من غير ما تفقد هويتك. بتعلموا ده او بتشتركوا في مشاريع تدريب داخل مشروع مسار؟ بالظبط، احنا مش بس كمان دربنا ستات في اسوان، احنا كمان دربنا ناس طلعنا الفيوم، حوالي اكتر من 100 سيده قدرنا ندربهم ونمكنهم. كمان ده بيساعدهم في ان هم يعني مش بس يتعلموا الحرفه، ازاي كمان يبداوا مشروع، ان من ضمن التدريب اديتهم ازاي تبقى عندهم الفكره وازاي يكون عندهم المشروع يقدروا يحسنوا من مستواهم الاقتصادي، وتبقى هي نفسها صاحبة مشروع، مش بتشتغل قطع أو صنايعية زي ما بيقولوا. لا، إزاي هي تبقى رائدة أعمال في المنطقة بتاعتها. عظيم. كمان احتياجنا كمان في الصنايعية قليلين، فلأ بنعلم ستات كتير. أنا علمت ستات يعني مش هنقول تحيز، لكن بحس ان هم اكثر احتياجا. يعني طبعا تمكين المراه، ودي حاجه غايه في الاهميه، انه بالزبط. يكون في تمكين للمراه، وخصوصا احنا بنتكلم عن مساله التمكين الاقتصادي، فمساله انه يكون في رائدات اعمال سيدات موجودين داخل كل قريه، ده شيء غايه في الاهميه الحقيقه. طيب الفئات العمريه بقى اللي بتيجي تتدرب كام سنه؟ من حوالي 18 سنه ل 45 سنه. عظيم. وغالبيتهم من الستات؟ كلهم ستات. كلهم ستات اصلا؟ يعني مش ما فيش شباب هو الشباب مش بيبقى يعني بيبقى في مشروعات بيقول بيبقى عايز حاجه جاهزه، مش عايز يتعب، مش عايز يشتغل، مش عايز يتعب. يبقى ده اسمه كلام. الحقيقه من يعني من الخبره اللي فاتت في مجال التدريبات، لما كنت بعمل اعلانات ستات اكتر، يعني ممكن يكون 2 شباب او 3 وسط 20. ممكن الشاب هو اصلا مندرج في مؤسسه ما، بيشتغل شغل استثماري، هو بيشتغل شغل ثاني بس مش الحرفه نفسها، فبيبقى هو عايز مثلا يسوق. ايه الحاجات اللي بيبقوا خايفين منها وما بيبتدوا المشروع، وازاي بتردي عليهم وتطمنيهم؟ ان هم يسوقوا الشغل بتاعهم، يقول لك انا طب انا عرفت اعمل، انا هسوق الشغل بتاعي ازاي. ابسط حاجه كنت بقول يعني من خلال التدريب، ان هم يعملوا صفحه على الفيسبوك او الانستجرام او على السوشيال ميديا عامه، يعني يعملوا صفحات وينزلوا صور بتاعتهم ويقدروا يسوقوا من خلال السوشيال. وانتوا بتعلموهم ازاي يتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي، وازاي يحققوا مثلا معدلات بيع من خلال صفحاتهم؟ بالظبط. طيب مين بيشتري منك؟ احنا عرفنا ان هنا في اقبال كبير قوي من الشباب حتى على الالوان الحمراء والصفراء وكده، مين بقى بيشتري منك؟ مين بيقبل على شراء هذه الالوان؟ انا الستات، وعندي كمان الفنادق البيئيه. انا عندي في اسوان الفنادق البيئيه اللي موجوده في قريه غرب سهيل، قريه سياحيه، اغلبيه المنتجات بتاعتي موجوده هناك في كل القرى اللي موجوده، عشان دي بلدي اصلا، فمنتجاتي موجوده هناك. وانا اصلا كل الناس اللي بتهتم بالمنتجات البيئي او مايله قوي للحاجات اللي بتبقى زي كده، فبتبقى المنتجات بتاعتي بتبقى يعني بيروحوا لها اكتر يعني. صحيح. والحاجات اللي بتبقى ليها اللي هو التراث النوبي او الحاجات اللي بتبقى نوبيه شويه، برضو بيبقوا حابين الموضوع ده فيها. فاتن، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. فاتن صلاح وسوزان عبد الجواد، اتشرفنا بوجودكم معانا النهارده في صباح الخير يا مصر، ونتمنى لكم كل التوفيق في مشاريعكم. شكرا جزيلا ليكم.